يا اهلا بحضرتك. موضوع انتظار النتيجه ده بيكون صعب قوي. هو مرهق للجميع والله يكون في عونهم كلهم بصراحه، بس انا جايه اطمنهم. ليه؟ اولا المستقبل ملوش اي علاقه بالثانويه العامه، اللي هيشتغل ايه ملوش علاقه بمجموعه نتيجه الثانويه العامه كانت ايه، وما هتيجي تقدم في شغل بعد كده مش هيقول لك كنت جايب مجموع ايه في الثانويه العامه، مظبوط. هيقول لك انت عملت ايه، درست بعد كده ايه، بتفهم في ايه، مرنت نفسك ومهاراتك كانت ايه. فحب اطمنهم قبل النتيجه، يعني استمتعوا بالوقت بتاع الاجازه، لان بعد النتيجه هتتلخموا في وقت التنسيق والكليه وخلاص الدراسه هتبقى على دخول، فمش هتلحقوا تاخدوا اجازه. استمتعوا باجازاتكم، ده اول جزئيه. الجزئيه الثانيه ان الولاد اللي قاعدين ياملوا ويطمحوا في مجموع عالي ووهم الكليات القمه واننا هي الكليه دي اللي انا عايزها وكفى ومش هدخل غيرها، ده نحطه على جنب شويه، لان شوف انت بتحب ايه وادخله، ملوش دعوه بالنتيجه. طيب انا نتيجتي جت مش زي ما انا كنت بتمنى او كان حلمي ان انا ادخل كليه معينه، لا، انت ممكن بعد ما تخلص الكليه وحصلت على شهاده جامعيه اعمل دراسات تانيه في الحاجه اللي انت بتحبها صحيح وكنت بتميل ليها، وجايز يكون ليك في اللاين اللي ربنا اختاره لك الخير، ما ممكن تكون يعني ليك مستقبل متخطط بشكل مختلف خالص. وكتير مننا عمل كارير شيفت بعد مدة كبيرة من التخرج والعمل في الشغلانة اللي احنا اتخرجنا بيها، عملنا كارير شيفت وشفنا الحاجة اللي بنقدر اننا ندي فيها. المهم ان انت تكون ناجح وبتعطي، مش شرط تكون خريج ايه.